لذلك الحسين عليه السلام واقع المدرسة في كل شيء، مدرسة في الشجاعة، مدرسة في الصبر، مدرسة في الإيمان، مدرسة في الإيثار، مدرسة في التضحية. كل ما تريده تجده في كربلاء، كل ما تريده. ترى الرجال الذين وقفوا مع الحسين إلى آخر نفس من أنفاسهم، وقفوا مع الحسين. ولذلك في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين يطلع يتفقد الدلعات لعلها تكون مكمن للأعداء. بالليل غدا المعركة، الحرب تكون غدا، وإذا واحد من أنصار الحسين متخف خلف الحسين، خايف على الحسين أن يؤخذ، يلتفت الحسين: أنافع هذا؟ قال: لبيك أبا عبد الله. قال: ليش اجيت يا ابني؟ ابا عبد الله انا خفت عليه، ذول اعداء لا يراعون حرمه لا الى الله ولا الى رسول الله. قال: سيدي انت ماذا تصنع؟ قلت، قال له: جئت هنا لاتفقد التلاع، غدا المعركه، اخاف ان تكون مكمن للاعداء. بينما هم كذلك، واذا بالحسين مسك بيد نافع. شوف، خل عينك على ذول انصار الحسين، والله هذول اللي قدموا كل ما يملكون إلى الحسين. شوف كلماته الصغيرة الكبيرة الرضيع، كلهم إلى الحسين. مسك بيد نافع، قال له: يا نافع، ما تسلك بين هذين الجبلين؟ أنت في حل من بيعة روح، ليش تبقى ويانا؟ إحنا نقتل غدا، أكيد نقتل غدا، ماكو إلا حل إلا القاتل. يقول: من سمع نافع هذا الكلام خرت دموعه على خدوده ورمى بنفسه على أقدام الإمام: والله لا نخلي كذا رسول الله، وين نروح؟ وإجى فعلا الإمام الحسين يريد يشوف أصحابه، خطب فيهم هذه الخطبة المعروفة: أصحابي لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أفضل ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، أنتم في حل من بيعتي، فإن هؤلاء القوم لا يريدون غيري. وإذا بالأنصار والأصحاب كلهم وقفوا، والكل تكلم بكلام أنه يدافع عن ابن بنت رسول الله وعن بنات الرسالة: لا نخليك ابن رسول الله، لا نتركك يا ابن رسول الله، وياك وياك يا أبا عبد الله، وين ما تروح وياك، ما نخليك. الحسين لما علم أنهم معه يبقون في أرض كربلاء، قال لهم: إذن غدا نقتل وتقتلون وتسبى النساء من بلد إلى بلد. أخبرهم بما جرى وكشف لهم في تلك الليلة عن منازلهم في الجنة. قلهم: يا سامين الفخر يغلي المعالي، عاشر ترى الليلة وهيتال الليالي، بكرة العدة تهجم على مخيم، من تقصدهم هالجمع مذخور لي. قل حبيب الليث ما قصدنا المنايا، نبقى على حر الثرى دونك ضحايا، عنك نصد لا وين يا شمس الهداية، شنعتذر عند المصطفى خير البرية. وبرير قام بخطبته وذب العمامة، وقال لي عنوان النبوة والإمامة: هذا يزيد محشم عراقه وشامه،
الذبحك شلون تصير عيشتنا هنيه وزير شان الصوت للخطبه ونثرها وقال له وحق اللي رضعت يا حسين برها باكر نخلي كربلا شايع خبرها بموقف حراري دوم للمحشر دوي. التفت اليهم الامام الحسين شاف الصبر وشاف الثبات وياهم التفت اليهم وهو ينادي ويقول وكل من الى حرمه ويا الحسين يوديها لهلا وما حرمنا للضرب والسلب خلها باكر تظل بهالفيا عدلها باليسر للشامات تتوددي. رجع الحسين في مثل هذه الليلة الى خيمة الحوراء زينب. يا زينب خايفة زينب هذه الليلة مروع قلبها زينب هذه الليلة دمعتها على خدودها زينب هاي الليلة تقول له أبا عبد الله أخي يا حسين أنا استخبرت نيات أصحابك شفتهم أبا عبد الله ذولا يوقفون وياك باكر يا لا باكر المعركة أبا عبد الله تقول له خاطب أنصارك يا ذرانا واكشف الحال واستخبر النيات يا صوال العيال باكر يا خويا من تصك رجال تتفرق اصحابك يا خويا شمال قال يا زينب هالعشية جمعته قال يا زينب هالعشية خاطبتهم باللي يصير ورخصتها حن وحنين النيب يوم خاطبتها عنك يا بن حدار نصد بوجوهنا أخي يا زينب أوصيكي بوصايا في قلبي أخي يا زينب الله الله في اليتامى زينب ديري بالك على اليتامى خلي عينك على الأطفال على النساء يا زينب أوصيك يا زينب وسمعي للوصية أوصيك يا زينب وسمعي للوصية من رأيتي صابني سهم المنية جابك يا زينب لا تشقينا واحزن باكر تشوفي جسمي مرمي على الوطي متعفر الخدين ودموع اشجري بس لا تشوفين الشمر صاعد واحسن اخي يا زينب اخي يا زينب اوصيكي بوصايا غدا القتال يا زينب وغدا يا زينب تقتل الرجال وخي يا زينب وغدا تسحق الأطفال وخي يا زينب وغدا يقتل ولدي علي
المعروف المعركة وأتمدد بطوله. أخي يا زينب وغدا يقتل العباس، تقطع يمينه وشماله ويضرب بعمد من الحديد ويصاب بشام في عينه. يا زينب وغدا يا زينب انطلق الى المعركة اقاتل الابطال، اقف لكي استريح واذا بحجر يقع على جبهتي. أجرك الله يا زينب، تحملي يا زينب، الله الله باليتامى يا زينب، خلي عينك على النساء، اسمعنا وصايا الحسين، أي الليلة على لسان الحسين، ويا أخت زينب. هالسواد الليلة ويانا أهلنا. ينقطع باكر املنا بهالسواد الليل ويانا اهلنا، ومن اهلنا بينقطع باكر املنا. هاي اخر وداع ويا اخوتي السبا، هاي اخر وداع ويا اخوتي السبا، والصبح مذبحة تصير الغادرية. الله يلعن الله يلعن بن امية، باكر العالم يشوف اكبر فجيعة. باكر العالم يتشوف اكبر فجيعة، باكر ذبحوا الحسين رضيعة، عقب ذبح الامام يحرقون الخيام، عقب ذبح الامام يحرقون الخيام، الناس ما بقلوبهم رحمة وحمية. الله يلعن بن امية، الله يلعن بن امية، باكر العباس ينسي على الشريعة. همتين الصين وجفوفه قطيعة، باكر العباس ينسي على الشريعة. عامتين صفين وجفوفه قطيعة، لا يسار ويمين وظل جسمه، لا يسار ويمين وظل جسمه، وعينه مرمية بسهم عظم الرزية. الله باكر مجسم تنده وين جاسي، راح الولد باكر مجسم تنده وين جاسي، ليش يا ابن على الثرى مطبرنا. باكر مجسم تنده وين جاسي، ليش يا ابن على الثرى مطبرنا. على ولاد الشباب صار دمه خضاب، على ولاد الشباب صار دمه خضاب، وجثته صارت براب الغادريه. الله
جروم الاكبر علي تحشم ولد غير صيح يا بني عفتني بساعة شتنة مأجور مأجور باكر الاكبر علي تحشم ولدها تصيح يا بني عفتني بساعة شتنة وتعبتني برباك لقيت جسمي فداك وتعبتني برباك لقيت جسمي لا هنا للعيش يا ابن الطالبية الله يلعن بني أمية الله يلعن بني أمية باكر الطفل تمسي بغير ولي تقوم تحكي ويا المهد والمهد خالي باكر أم الطفل تمسي بغير والي تقوم تحكي ويا المهد والمهد على قلب القطع على ولاد الرضيع على قلب القطع على ولاد الرضيع طوقوها لركبته بسهم المنيع باكر تشوفين جسمي يا حزينة اقرا لك المصيبة انا قلت قلت المعذرة الى السادة باكر تشوفين جسمي يا حزينة بالسيوف بر ما حمد بالسيوف برمى مقطعينا يا اختي وقت الظهر يا حزن حر الشمر يا اختي وقت الظهر ويا حزن حر الشمر فوق صدري تدوس خيل الاعوديه اشي عالليل وياكم اقبلك شوي مع الليل عاشر تحمل يا ليل الاشي عالليل وياكم وباكر للذبح بارو يخاطبكم الحسين يخاطبكم يا شيعة الليل وياكم وباكر للذبح بروح وريد انكم تنادوني سلام الله على المذبوح وريد انكم تنادوني سلام الله أنا المذبوح يا شيعة وباكر موقف العاشق أظل بكربلة وحدي وما يبقى إلي ناس غريب بوسطة العدوان اسمع اسمع غريب بوسطة العدوان وحالي يبسر الخاطر زينب تبكي وتنادي لا ترحل يا بعد الروح يا زين يا ابن الزهراء
يا شيعي يا شيعي باكر المصرى ولازم كل محب يدري تتحمل اقرانك يا ولا تتحمل يا ولا يا شيعي باكر المصرى ولازم كل محب يدري اجيل السهم المسلم وضع من على ظهري وتعال الشمر يتربى على شيعة على صدري ويهبر مني اوداجي وظل تحت الشمس مطروح حسين